أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. سموني وحش الفلا واسمي سيف ذو يزن، رموني أهلي للخلا وحماني الخالق الرحمن. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. وحش البلا وحش البلا سيف ذو يزن، لن ولن ولن ولا فخار في مدن. وحش البلا وحش البلا سيف ذو يزن الأزلية، قطعت بحور حطمت صخور، هربت طغاة عمرت قصور. لقاء جديد مع مسلسل جديد. قطعت بحور حطمت صخور، هربت طغاة عمرت قصور. سيرة البطل سيف ذو يزن. لم ولم ولم ولا تقهى في بدن. وحش البلا وحش البلا. تقدمه إذاعة المملكة المغربية. لم ولم ولم ولا تقهى في بدن. ألحان وأداء الشعار عبد الهادي بالخياط. حكمت الجن إنس نسور، حكمت الجن إنس نسور. إنتاج وإخراج محمد حسن الجندي. حكمت الجن إنس نسور، حكمت الجن إنس نسور. وحش البلا وحش البلا سيد يزن، لم ولن ولن ولا تقهى في مدن. ألف صلاة وسلام على نبي الإسلام الرسول الكريم الهمام. صلوا يا سادات يا كرام. أيها السادة أهلا بكم، لحظات ممتعة مع حلقة جديدة نتمنى تنال استحسانكم وتعيشوا معاها أوقات سعيدة. وفي اللي فات نذكركم أشنو عملت قمرية المريدة. تبعوا وحضروا بالكم مع هاد الخداعة العنيدة. بعد ما وضعت السم في المدام وسحرات ذو يزن بجمالها الفتان، سمعت من الهوى أحلى الكلام ولبست من ثيابها أحسن الألوان. لكن سبحان الواحد العلام اللي مخفته خفية ولا شان، خيب آمال قمرية المكارة اللعينة الأدية. ذو يزن عمل النية وخاد الكاس من الجارية، سمع صرخة مدوية بصوت عالي وقوية، لا تشرب يا حامية من يد قمرية المخزية. وباش ما يطول كلامنا صلوا على النبي إمامنا، مع الخيال تتهدى أفكارنا، تبعوا مغامرات بطلنا ذو يزن. أشهد يا يترب تدخل بيتي من غير أمري؟ ما عارف شعار وعيب تكشف على عرضي وسري. والله لو ما كنت قريب لخليت دمك بحسامي يجري. تكلم بسرعة وجيب، لاش تصرخ وجاي تجري؟ أعذرني يا مولاي، إلا دخلت من غير أمرك أمالي ومنايا تسمع ما جيت به نخبرك. صح وقول ما عندك. إلا يسمح مولاي نخبره من غير حد ما يكون زايد. انتظرني خارج الغرفة. أمرك يا مولاي. سمحي لي يا قمرية لحظة وبعدها نرجع.
أمرك يا مولاي. أشن خبار يا يترب؟ وبلغني يا مولاي الكريم باللي الجرية قمرية بعتها سيف أرعد اللئيم مكلفة بمهمة مخزية معها السم الفتاك القاتل هذه المكارة الأدية، واللي خبرني رجل مؤمن ومخلي إيمانه مخفية بلغني قصد سيف أرعد وشنو سر الهدية. قلبي كان حاسس باللي الهدية خديعة بعتها سيف أرعد بهذه الكيفية البديعة. لو تأخرتي يا يترب لكنت الآن ميت. هذا أول كاس سقطني، المجرمة الغدارة خدعتني. حمد الله اللي جيت في الوقت المناسب يا مولاي. روح يا يترب أمر بسجن جميع رجال اللي جاوا مع الهدية، وأنا ندخل نتصرف مع هذه المكارة قمرية الجارية. مولاي وسيدي، هذا الكاس اللي سقيتيني بغيتك تشربيه بدالي، واعطيني كاس نشربه أحسن ويروق بالي. مولاي حتى كاسك بيدي كبيته باختياري وشهوتي لك رضيته. وانا كذلك ليك رضيته واخترته. خديه من يدي. مولاي خلينا من الكاس والمدام وسمعني من صوتك احلى الكلام. خلي المراوغات، امرتك تشربي الكاس شربيه. مولاي لا لا شربيه. لا شربيه. لا يا مولاي انا فعارك، انا فعارك. وعلاش انتي فعاري؟ مال الكاس؟ اشنو فيه؟ سيدي انا جاوبي يا غدارة يا مكارة، فيه السم. ها؟ فيه السم. نعم يا مولاي لكن انا مهدورة ولهذا العمل كنت مجرورة. وشكون جرك؟ حكي لي سرك وعلاش نعذرك؟ نحكي لكم كل مكان من مدينة الدور لهذا المكان. مولاي سيف أرعد حياكم زحل. قرب يا سقرديوس، بلغني أشنو أخبار قمرية الجارية. بلغني يا مولاي باللي قمرية والجماعة وصلوا وسلموا الهدية لدويزن الطاغية، وفرح بها وخاد الجارية قمرية وسكنها بيته وجعلها بين جارياته، وربما تكون الآن أعطته السم وسقاته ومن حياته حرماته. شكون بلغك هذا الخبر؟ واحد من الرجال اللي مشاو معهم لما وصلوا دوزوا ليلة، رجعوا خلاهم من بعد مدة غادي يرجع راجل تاني يخبرنا باللي جد في الموضوع. هائل يا سقرديوس. والآن سمعوا يا رجال، بمجرد ما يموت دويزان ولد الأنذال وتخبرنا قمرية بكل الأحوال، غادي نتقدموا الجيوش وتهجموا مدينة حمراء اليمن. استعدوا من الآن واختاروا نخبة من الفرسان. مرحبا بكم في قناة المحب مسلسلات الإذاعية المغربية. جنة كل عبيد اللي جاوب على الهدية وما بقات إلا قمرية الجارية اللي هي في ضيافتكم محمية. قمرية شرحت لي كل ما جات من أجله وعرفت مقدار السم اللي كان معاها، وقسمت أمامي بالخالق الأخضر ما ترجع له، ووعدتها إلا كانت صادقة حد لأداة. يا سيدي إن قمرية إنسانة شريرة كتأمن بزحل وتكذب الرب العظيم، حضر معها بالك واجعلها أسيرة واستعد وجه أرعد اللئيم. لا تخاف يا يترب، أنا محضر بالي، وأنت الآن هيئ كل رجالي.
وبعد مدة نهجموا سيف أرعد وخلي عناية الله تتنفذ. نعم، إنما لازم من خطة متقونة باش كل أعمالنا وانتصاراتنا تكون مضمونة. سيف أرعد معاه كاهن كأنه إبليس اسمه الساحر سقرديس، هو شيطان مريد وجبار عنيد، السيف فيه ما يفيد. اجمع كل ما عدنا من كهان وحكماء واشرح لهم الموضوع حتى يفكروا في طريقة تخلي سقرديس اللعين مصروع بإذن الله. والله لو ما كان جمالك فتان وقدك ساحر لكنت جزيتك على غدرك وبسيفي سكنتك قبرك، لكن قلبي دفعني نقبل عذرك. شكرا على عزمتك، من اليوم انا خدمتك وما تهمني الا راحتك ومصلحتك. يكفيني عطفك هذا ووجودي بقربك منتهى السعاده، انا مدينه بحياتي. وانا سعيد بك، ولو كنت ناوي القضاء على حياتي انا حاسس قلبي هواك وهو جمالك اللي ما ملكاته سواك. مولاي قمرية، قمرية ما ظهر لها اخبار ولا جانا المرسول اللي كان مقرر يوصل الاسرار. فين سقرديس؟ خادمكم موجود يا مولاي. اش من اخبار على الجارية قمرية؟ يا مولاي، قمرية صبحات الدويزن زوجة مكرمة ومعززة، اليوم جانا من عندها رسول ومع اخبارها وشنو خافية من اسرارها. فين هو الرسول؟ قدم يا رسول. حياكم زحال يا مولاي أرعد، من جريتكم قمرية المخلصة الوفية السلام والتحية. كنخبركم باللي دويزن اكتشف أسرارها وبحيلة سمح لها وجارها، وهي الآن مراته مقسمة كل حياته. لكن كتبلغكم باللي على تنفيذ الخطة مازال عزمة وطالبة صبرك، وبعد مدة باللي جد خبرك وعلى سيدي التحية والإكرام. وشكون خبر دويزان بالسر؟ هذا أمر العقل فيه حير. المهم يا سيدي، خلي قمرية متبع أعمالها وربنا الكريم زحال يرعاه. لا سبحان الإله العظيم القهار، سبحان الإله الجديد الجليل، سبحان الإله العظيم القهار، سبحان الإله الجديد الجليل، سبحان الإله الجديد الجليل، سبحان الإله الجديد الجليل، سبحان الإله الجديد الجليل، يا العلى الجليل، سبحان الإله الجليل 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 الجليل. لا دا يزال تليه العليم. لا بس علي، ملك يا مولاي. أنا فين؟ أنت في مكانك يا مولاي. المكان يشعر النور يا مولاي. نور
مالك مالك يا مولاي؟ منامة مرعبة. أفهمك الأحلام. الأحلام، المكان، نور. فين يثرب؟ يثرب فين يثرب؟ فين رايح يا مولاي؟ الليل ما جاش بدايته. شوف يثرب، يا يثرب مولاي. نعم يا يثرب، شفت في منامي جماعة الوجوه الحسان، أمامهم فتى كأنه القمر ساطع بان، كيردد قوم يا دويزان، قوم للمكان، خود هدية العلام. الله الله، النور النور. ومن جهة تانية شفت جماعة أخرى عندهم وجوه أبشع ما شافت عيني، أمامهم وحش مفزع كيردد زحل زحل، النار الصنم، النار الصنم، عبد وأحجار. منامتك يا مولاي والله أعلم، غادي تنجب ولد طاهر مؤمن بالعلي القاهر، وهو الولد اللي تحدثت عنه الأساطير، غادي يظهر في هذه الديار ويقضي على كل أشرار ويوحد العزيز الجبار. والآن قم يا مولاي وارتاح حتى الصباح، ونمشي ونزور المكان، والمكان هو بيت الله الحرام، بيت إبراهيم الخليل الرسول الجليل. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات إذاعية المغربية. واحد الديان، والهدية هي البطل المقدام اللي قرب يبان، سيف ابن ديزان، ومن صلبك يا سلطان يا صاحب العظمة والشان. ما في هذا شك، قمرية البارح خبرتني باللي حامل. تماما يا مولاي. يا يثرب، هيئ للرحيل في الصباح، نمشي والبيت الخليل نكسي البيت الحرام. كيفاش؟ شنو قال يثرب؟ أنا ننجب ولد من ديزان ويكون عظيم الشان ويوحد رب الأرباب، يعني دينه يخالف ديني ويحاربني ويعاديني. لا 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 لا، أنا ليك يا دويزان، والولدك عدو طول الزمان. غدا مع الحلقة الثالثة من هذا المسلسل.